قالت بويا علي رجعت، دفنتون الزهرة خلاص. يعني الزهرة ما راح ترجع، وجهها شلون يا يابا دفنت. وجهها شلون يا بدا فنت بعد مغطى الليل كشفته لون اللطمه شفته لو ما شفته قل ليش حالته خد الكريمه بعد اكمل ابسلك يا ابويا وقلبي يرجف يرجف جرح اللي بصدرها شلون اوصيف علي شدت عدل لو بعده ينزل قل ليش حالته صدر الحنون شني بحدر علي جاوب بس يا بنيتي بس قلبي داير هادي أول أنواع المصايب واللي بالدرب كلها عظيمة لازم نعرج على الحسين بالأخيرة بتشوفين يا بنت الحسن مسموم ونحر حسين غارق وسط دموم من ماء الشرب يا وصفة محروم الزم قلبك ها وجيك حصانه يصهل بالظليمة يا زينب